ما شاء الله عليك ما شاء الله 55 عليك الله يحفظك والله السلام عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده نهار جديد وفيديو جديد كيف العاده الفيديو ديالي راه فاش تكون خريجه فاش تكون خريجه فاش نكون في الهجره في الدار وفي نوصلنا في البني وفي لا فينيسيون راه كنشاركوا معكم بطبيعه الحال الناس اللي تيقولوا لي سكينه راه توحشنا لي فيديو ديال الطياب توحشنا لي فيديو ديال الوصفات هذاك الشيء البنات راه حتى ان شاء الله نتنستنى في داري ونجيب كوزينتي ونجيب اي حاجه معيناتي وكلشي وارا برا ديك الساعه الوصفات مي دابا راه الغلب راه لي فيديو ديالي يكونوا في داك الشيء اللي كيخص البني لا فينيسيون الفراش الديكورات لي ديزاين اللي ولاو هادشي اللي غادي يكون حاليا بما تنستعد داري ناري راه جايبه ولادي جبت ولادي قالك زعما باش يوزلفوا دارهم ايوا اليوم يا لالا يا سيدي قالك راجل اليوم الحد ما كانش البنايه عندنا قالك هو عاشق انه يدير شي لمسه في دارو يدير شي حاجه هو باغيها يديرها بيديه وزغتو هو من النوع اللي كيعشق انه يتفنن يبريكولي يدير اي حاجه بيديه اليوم ان شاء الله كان واحد البلاصه عندنا فينها يكون ديما الجلسه البلاصه ديال الجلسه ديال التلفازه ديال لا تيلي اللي يكون بلاصه الفوتويات ان شاء الله بغى يدير داك البارتي اللي تكون في التلفازه بالحجر وماشي اي حجر ما بغاش داك الحجر اللي فايونس وكيلصاق باش يبان بحال الحجر مشى جاب حجر اللي هو ناتوريل طبيعي الناس اللي هيسولوني فين كاين هذا الحجر كيتباع في الخرجه ديال القنيطره في سيتي تما كيتباعوا البلايص الخصيصه ديال الحجر الطبيعي وغادي قال لك صايبوا بيديه وغادي تفنن فيه وغادي نشارك معاكم وعطوني رايكم كي جاكم انا بدا عجبني لان حنا في الدار خدامين اي حاجه كنديروا فيها ديك اللمسه دابا راه كنشوف في الدار وكنهضر اي حاجه كنديروا فيها ديك اللمسه ديال الخشب لو غري لو بلون هذا هو لو تيم اللي غادا فيه انا في الدار البلون والغري والخشب دونك هاد الفايونس هاد الحجر ما بين لو غري والنوار واللون ديال الخشب ويا العالية قال لك جايبه ولاتي قال لك يولفوا دارهم حمقوا باهم مع الخدام بيدي حمقوه واليوم قلت ندوز نهار كامل في داري بحكم باغا امتى نجي ليها توحشتها ونولفت انا والله العظيم بعدها كنجي نجلس فيها بخا غير بحال هكا باقا ما تفينات وما كملت كنحس بواحد الراحه واحد الراحه اللي ما يعلم بها غير اللي مجرب هاد الكالي انا فيها وجيت نبقى نجيب وليداتي مره بحكم انهم يجيو يسكنوا تيكونوا ولفوا على دويرتهم ثم البيت النعاس ديالهم بقيت نشرح ليهم ها فين ندير لكم ناموسيه فين ندير لكم اللعاب ها فين يكون الماريو وكي اي حاجه كنقولها كنحسهم كيستوعبوها كدوز واحد الوقت تقول ماما نيني هنا ماما دي جو هنا دونك ها هو تما دايرين اللبسه ديالهم كيخرجوا بحال باهم ما شاء الله عزيز عليه البريكولات وكيدير يتفرج كيتفرج في لي فيديو راه تليفونه في اليوتيوب راه مرغب بلي فيديو دابا ديال الفيلات لي ديزاين ديال الفيلات الحجار الفايونز اي حاجه كتخص الديكورات عرفتي ما شاء الله واحد الذوق عنده واحد الافكار عنده ما شاء الله ما شاء الله والله هادشي كامل نشارك معكم من القدام راه من افكاره ومن ذوقه انا كنعاونو ولكن الراي الاخير ضروري كيتشاور معايا باش نقول له اه ولا لا مي كنلقى ديك الفكره اللي تيقول لي راه 100% غادي نقول اه ما نقولش لا دونك غادي نشارك معكم هادشي كامل طولت عليكم حيت نتوحشكم ما كنديرش لي فيديو بزاف كنتوحش نهضر معاكم دونك غنشارك معكم هذا النهار كيما غادي يدوز في داري ان شاء الله نشارك معكم الحجر كيف داير نشارك معكم كلشي كيما داز النهار غادي نشارك معكم ان شاء الله دونك بقاو معايا ما تمشيو فيه دونك كما كتشوفوا هذا هو الحيط ان شاء الله اللي غادي نكون فيه التلفازه غادي يطلع بالحجر تقولوا لي هذوك لي كاري اللي كاينين شنو هذوك لي كاري غادي يكونوا ان شاء الله بالخشب ودرنا لهم واحد اللعيبه ديال لي سبور هنا غتكون التلفازه وهاد لي كاري اللي كتشوفوا غيكون واحد السبور هكا هابط وغادي نداو بالخشب وكذلك غادي يكون واحد اللعيبات بالخشب هنا ما شاء الله هادشي راه الافكار ديال الزوج ديالي الناس اللي غادي يقولوا لي علاش كيخدموا بيديه هو قال لك عاشق انه يخدموا بيديه واش بغيت نتفنن في داري دونك نجيب معلم ولكن انا شقيت ليا دونك كما كتشوفوا قال لك فاش حيت هذه الجلسه تكون ديال التالي قال لك انا فاش نكون جالس وكنتفرج نقول الله هذا الحيط انا صايبته بالضبط وتا هاد الخويات هاد الشهد الافكار كلها ديالو جاتك الخدمه ديال الحجر هي زوينه ولكن ميم طون صعيبه شويه الصراحه هاد الظهر ياك مع تتحنى ولكن تتبقى تحكري ديما تتزيكزاكي باش يبان هذاك الحجر طبيعي اه ما خصكش تجيب الحده فوق الحده هي بيني وبينك سكينه هذا الطبيعي احسن من هذاك اللي فرنس اللي بحال الحجر هكا طبيعي تعطي واحد الميدر سيرتو من غادي تلصق بلازما ويلصقوا هاد لي كاري ديال هاد لي سبوت تشوف الميدر وتضرب لي هذاك الفيرني ديال الحجر يبقى ديما
دونك كما شاركت معكم راه اللوين ديالو دابا مازال خصو يتغسل وغادي تويرنا عاد ان شاء الله نشارك معكم فيه تخوا كولور اه فيه لو غري وفيه بحال الخشب ولو نوار مع لو موف واحد الميلونج ديال الالوان ان شاء الله ان شاء الله ملي غادي يتفيرنا ويتفينا وكل شيء غادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. يلا انا عاشقيت كيما الحجر ديالي عاشقو الطلوب ديالي دونك البلاص كما كتشوفوا انا غدا كنبعد اللور باش تشوفوا من بعيد كيفاش غيجي ان شاء الله. هاد كل بيسه لا تكون ان شاء الله ديال تالي وهنا غادي يكونوا دي فوتوي هذا الدراري كيعاون راجلي دونك يكونوا هنايا دي فوتوي اون فاس مع لا كويزين ان شاء الله تكون لا كويزين امريكا حداها تكون صالون جي وكاين بيت البلاص هادشي كامل نشارككم معكم كنتسنى غير تبقى الدنيا شويه وكي جاتكم صالون مونجي ديالي كي جاتكم صالون مونجي ديالي بالنسبه لهاد الحيط اللي تسولوني هذا هو الفالونس اولا على شكل طابلو كيجي اللي كنا خديناه راه شي كيدير 250 درهم مي جا رائع مازال ان شاء الله غادي نكملوه وغادي نشاركوه معكم. هذا درناه في بلاصه صالون مونجي ان شاء الله وهذه البليسه ديال صالون مونجي واول غديه ان شاء الله في داري خبيز مع شويه هكا سوسيس مع شويه ماتيشون بصله باش هكا الطيبات كما كتشوفوا معنا روينه هكا نتغداو في الدار لانه اليوم الحد وما تيكونوش البنايه قلنا نستغلوا هاد الوقيته ونكونوا في دارنا ونبداو نلفوا على دارنا ومين انت راجلي قال باغي عاشق يدير الحجر بيديه دونك نستغلوا لانه ما نقولش لكم واحد واه زوين نتمنى لاي واحد لان ما ساهلش علينا دابا غادي في 8 شهور وصراحه صافي بدينا كنقولوا صافي خصنا نجيو لدارنا والله دابا راه كنقول امتى غادي نكملوا نجي نسيقها ونجلس فيها بلا فراش انا ما كنفكرش عليها فيديو سوجات قصص دابا كنقول ما نفرش حتى نانستالا ونرتاحوا شويه حتى ما وعاد ان شاء الله نفكروا في الفراش حتى انستالو في داري ونرجع للموغال موغال ونرجع راسي ونرتاح شويه وعاد نفكروا في الفراش ان شاء الله وغادي نشارك معكم بزاف حوايج ان شاء الله يا ربي. دونك غدا نتغدا ونرجع لكم ان شاء الله غديوه اول غديوه في داري وهانتوما معنا دوزو معايا النهار كيما داز ان شاء الله غنكملوا معاكم. هادو حتى الاخر غادي نقطعو بلا مول باش يجيو صافي. هاي على لا مول بلاتي معلم راجلي انا دونك كتعبر عاد تدير السيما وتلصق خصك تقاد ديما وحده مع وحده باش تجي مخصوصه الحرفه دابا هي جات مقتوله باش تجي ضروري خصها تكون مقتوله مع اختها ضروري حيت ميته ما يمكنش هذه دابا قطعت هذه شويه باش هذه جات ميته معاها برافو شوفو يعطيك الصحه شفتو الطريقه ديال الخدمه ديالو كتقطعي وحده مع وحده وحده مع وحده باش يلاه كتموت وكدير السيما وكتلصق راه تلعيا اوكي ها هي صافي ناضيه راه ساهل ما صعيبش خصك تكون فنان باش تفنن فيه ويكون عندك الخاطر باش تقطع وحده مع وحده وهادشي اللي كاين ها نتوما الوليدات هادشي علاش جبتهم انايا جبتهم غير يتمرمدو وهما يديروا يدهم في دفتارهم مالها لاباس يلعبوا يتمرمدو يعرفوا هادي راه دارهم اللي كتفينا وكتقاد ان شاء الله هادي هي الجرده ان شاء الله لا تكون هذاك هو الباب ديال لاكويزين الشرجم ديال لاكويزين هادي الجريده ان شاء الله بلا يكون فيها الباربيكيو تكون كليسه زوينه اون فاس ديال لابيسين ان شاء الله يا ربي ايوا نعلم انا راه باقي خدام انا غادي
فين غادي؟ غادي. برافو عليك. مازال خصو يتضرب شي تضرب ليه شي غسله نيت وشي حكه باش عاد يبان. كما كتشوفوا هذا هو الحجر ناري يدي درت نتحل ثقيله. هذه هي الحجر، هادو هما اللوينات اللي في الحجر كما قلت لكم، لو غري داك اللون بحال الخشب بحال لو موف. شوفوا الحجره اش كي دايره وشحال ثقيله بعدا والله العظيم الا يدي درتناها باش نوريكم دابا. دونك هادو هما اللوينات ديالو من بعد ما تتغسل، ومازال غادا تفيرنا من الفوق ان شاء الله. شوفوا طلعتكم الفوق لانه راجلي مع هذا الخبط اللي كيخبط كاين صداع. بغيت نهضر معكم شويه بالنسبه للناس اللي قالوا لي سكينه ديري كل مره كتدخل عندي الانستغرام جاوبينا بشحال خديتو بشحال هادي بشحال هادي بشحال هادي. ان شاء الله هنا ملي ندير شي فيديو غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم كامله، وغادي نقول لكم شنو كاين والاسئله اللي نجاوب عليها نجاوب، الاسئله اللي ما نجاوبش راه ما نجاوبش عليها. هذه الصاله ديالي ما شاء الله راه كملات كما كتشوفوا شفت معكم اللي قبل القباس سهل الحمد لله. دونك البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحيط ديالنا من بعد ما درنا الحجر ديالو. صراحه جا غزال جا زوين هذا، يلاه رخبينا غير المعلي مازال ما تحكش مازال ما تفيرناش وجا رائع. عطوني رايكم في التعليق وقولوا لي كي جاكم. كي جيتك ما شاء الله عليك ما شاء الله 55 عليك الله يحفظك. والله ما شاء الله من اوبتيسيان معلم تحجرت ما شاء الله جا غزال. وشوفوا طريقه الخدمه ما شاء الله راه فنان ما شاء الله والله العظيم. ما ساهلش صراحه الحجر باش تجيبيه هكا، ولكن تعطي واحد الرونق اللي هو غزال. نتمنى ان شاء الله يدير لكم واحد الطاقه ايجابيه باش تنوضوا ديروا ديزاين جديد في داركم، اولا الناس اللي كيفيني وياخذوا هكا افكار. ومازال افكار جايين ديال الديكور وديال الديزاينات نشاركوا معكم بزاف الحوايج بزاف الحوايج غادي يعجبوكم ان شاء الله غادي نشاركوهم معكم. وضروري تخليوا لي التعليق ديالكم، ضروري تخليوا لي الراي ديالكم واش عجبكم ولا لا. ومازال ان شاء الله ملي تنقد الدنيا وتفينا القضيه راه نشارك معكم بطبيعه الحال كل شيء ان شاء الله. لا بالنسبة لهذا الحمام ديالو ان شاء الله لا يكون مع الصالونات. بغيت ان شاء الله غير نتنقى الدنيا شويه وغادي نشارك معكم اللي هي جوله شامله. دابا فيما كتزاد شي حاجه كنشارك معكم، فيما كنمشي نتقدى شي حاجه كنشاركها معكم، فيما كتكون شي حاجه جديده كنشاركها معكم باش هكا تاخذوا افكار تاخذوا بلايص اللي كنتقداو. حتى الاثمنه علاش اي صراحه كتكون عند الناس في الانستغرام كنجاوب كل شيء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم خفيف على قلوبكم، سواء الناس اللي راهم يبدلوا سواء الناس اللي راهم يسكنوا جداد سواء الناس اللي ساكنين. ما كنكرهكمش تاخذوا من الفيديو ديالي واحد الطاقه ايجابيه. بدلوا الديكور ديال الدار، بدلوا الفراش، بدلوا الديزاين، كل ما كتبدلي في الدار كتجدي كتجدد واحد الطاقه اللي ايجابيه، وحتى الافراد ديال العائله كيرتاحوا الوليدات والناس الكبار. دونك نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي او لي فيديو كاملين ديالي في هذا المحتوى دابا حاليا ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منه يعطيكم واحد الطاقه ايجابيه باش كوغاج كوغاج نوضوا بدلوا الفراش بدلوا الديزاين بدلوا الصباغه ديروا كل شيء باش الدار حتى هي كتجدد والنفسيه كترتاح. وهنا يسالي لا فيديو ديالي، نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم كنخفف على قلوبكم. تلاقاو في فيديوهات ماجيه ان شاء الله. بيزوات كبيره لكم، باي 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 غسان.